حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. الشحات مبروك. من رحم المعاناة يولد الأمل، هذه المقولة تنطبق على بطل تقريرنا اليوم، الشحات مبروك، البطل الرياضي الذي ثابر واجتهد حتى أصبح بطل القرن في كمال الأجسام. يرى نفسه فنان رياضي لأنه يفضل الفن عن الرياضة، لذلك لم يقدم سوى الأعمال الفنية التي يقتنع بها وتضيف له. هو متصالح جدا مع نفسه، لم يخجل من حياته الصعبة التي عاشها، بل وتحدث عنها في أكثر من لقاء، وهذا ما سنسرده لحضراتكم اليوم في تقريرنا، وكذلك سنسلط الضوء على حياته الفنية والرياضية، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. في 11 أغسطس عام 1959 ولد الشحات محمد سعد مبروك في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة والدها يعمل مزارع وتتكون من 8 أبناء. ومن المفارقات الغريبة في حياته أن سبب تسميته باسم الشحات هو وفاة شقيقه الأكبر، وكان لدى الأسرة خوف من أن يموت ابنهم الثاني، فتم تسميته الشحات. بعد أن أتم 4 سنوات عمل في محل لصناعة الأحذية، ورغم صغر سنه إلا أن قوة تحمله جعلته يصبر حتى يصل إلى ما يريد. وبعد سنوات وجد أن القروش القليلة التي يكسبها أسبوعياً لا تكفيه لتناول الخبز، فلجأ إلى استخدام ذكائه الفطري في تصميم موديلات للأحذية مقابل 5 قروش للموديل الواحد، وأصبح فناناً في صناعة الأحذية، واستطاع أن يفتح مصنعاً لصناعة الأحذية وهو في 13 من عمره. جدير بالذكر أن الفنان الشحات مبروك لم يلتحق بأي مدرسة طوال حياته. أما تاريخ بداياته في كمال الأجسام فيذكر أنه تأثر بأفلام الأكشن والنجم ستيف ريجز حتى حلم بأن يكون مثله، ليبدأ أولى خطواته عام 1977 في مسقط رأسه، وبدأ في حمل عصا بصفيحتين من الأسمنت ليقوم بتنمية عضلات جسمه، وكان يشعر بالإنهاك، ولكنه سرعان ما يقف على سطح منزله ليتدرب ساعات طويلة على تقوية العضلات. واكتشف الشحات أن كمال الأجسام وبروز العضلات يحتاج إلى تغذية من نوع خاص وبكميات كبيرة تكلف أموالاً لا طاقة لشاب فقير مثله أن يوفرها، لذلك لم يجد أمامه سوى الجبن القديمة المش كي يتناوله كغذاء وبروتين بدلاً من أن يتناول اللحوم والأمينو أسيد، وظل يتناول المش حتى وصل إلى بطولة العالم. بدأ المشاركة في بطولات ناشئي كمال الأجسام داخل محافظة البحيرة لعدم وجود أماكن مخصصة لذلك في كفر الشيخ، وحصل على المركز الأول، ثم في بطولة الجمهورية درجة أولى عام 1979 وحصل فيها على المركز الثاني، إلى أن سافر إلى بطولة العالم في مانيلا في عام 1980 والتي حصل فيها على المركز الثامن في الوزن المتوسط، واستمرت رحلته بقوة في بطولات العالم محققاً أرقاماً مقبولة حتى عام 1987، وهي الانطلاقة الحقيقية له والتي استمرت لأكثر من 30 عاماً. شارك في حوالي 44 بطولة دولية وعالمية وحصل على 24 ميدالية ذهبية، منها 8 مرات أول العالم رجال، كما حصل على كأس أفضل لاعب في القرن العشرين. وخلال تلك الفترة رفض العديد من طلبات التجنيس له من قبل دول العالم. أما مشواره الفني فبدأ عندما سجل فيلم تسجيلي بهدف تسليط الضوء على مسيرته الرياضية، خلاله حكى تفاصيل حياته بشكل تمثيلي من واقع حبه للسينما. عقب انتهاء التسجيل سأله المخرج: أنت بتحب تمثل؟ حينها أبدى الشحات رفضه للأمر خشية وضعه في دور رجل يرتدي فانيلا مخططة ويتم ضربه ويقوم البطل بتحرير البطلة من قبضته، إلا أن الآخر وعده بما هو مخالف لذلك. ولم تمر فترة طويلة حتى جاء المخرج وهو إبراهيم الموجي مرة أخرى، وكان بصحبته الفنان محمود الجندي ليعرض عليه فيلم المرشد، والذي اقتنع به وكانت البداية الحقيقية له، ليقدم بعد ذلك مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة منها
أمريكا شيكا بيكا، هي والعملاق، اللعب مع الأشرار، غريب في الميناء، الغاضبون، أبو خطوة، علقة موت، تحت الربع بجنيه وربع، الكنز، انتقام امرأة، هارب إلى السجن، طار بايت، والخطيئة السبعة. من المفاجآت التي فجرها الفنان الشحات مبروك أنه رفض العمل مع الفنان عادل إمام، وعن ذلك الأمر صرح قائلا: كلمني المخرج الكبير سمير سيف وقال لي في فيلم عاوزينك فيه اسمه شمس الزناتي، عرفت أنه بطولة الفنان عادل إمام، رفضت، ولما سألوني عن السبب قلت لهم مش همثل معاه، ده فنان كبير ولو طلعت معاه مش هيبقى لي لازمة لأني مش كومبارس. ولما حاولوا يفهموني أني هبقى من رجالة عادل إمام والدور مهم زاد إصراري في الرفض، وتابع: لو عملت الدور في شمس الزنادي كنت هعمله بروح البطولة والشخص مفتول العضلات، وكنت هياخد الدور في سكة تانية مختلفة عما قام به إبراهيم نصر، وما كنتش هبقى مؤثر ومش هظهر بجانب عادل إمام، وكان عندي حق. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج من جارته وهو بعمر 17، واستطاعت أن تدفعه للأمام. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، هل ترى أن الشحات مبروك فنان أكثر أم بطل رياضي؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.